السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن ترقية ويندوز اكس بي الى ويندوز 7 مع الاحتفاظ بالملفات الخاصة بويندوز اكس بي. الطريقة دي هتنفع معانا ان احنا نقدر نحدث ويندوز اكس بي لويندوز 7 وما نمسحش مثلا الملفات اللي موجودة على سطح المكتب او المستندات. طبعا انا ليه هعمل كده؟ علشان ويندوز اكس بي طبعا ما عادش يعني برامج، اغلب البرامج ما بتشتغلش عليه، وخصوصا الناس اللي عايزه تقعد على النت. ففي طبعا اجهزه قديمه بتبقى رامات 1 جيجا او 2 جيجا، فطبعا الحل قدامهم ان هو ينزل ويندوز 7 علشان يقدر يسطب ايه برامج النت، ويبدا ان هو يشتغل على النت، ويبدا يسطب اغلب البرامج بتشتغل على ويندوز 7. يعني لسه البرامج شغال، لسه ما وقفتش تشغيلها على ويندوز 7. فطبعا هنعرف كل الكلام ده مع بعض. اول حاجه طبعا محتاجين ملف الايزو الخاص بالويندوز، تمام، ومحتاجين برنامج الورار عشان نفك ملف الايزو، او محتاجين او ممكن برنامج الباور ايزو. كل الكلام دوت هنعرف ازاي نحمله. اول حاجه هندخل على ده رابط لده موقع لتحميل ملف الايزو الخاص بويندوز 7 اسمه ويندوز 10 زي ما احنا شايفين كده. ويندوز هتكتب في محرك البحث ويندوز 10، وبعد كده هنبدأ ندخل على ويندوز مايكروسوفت ويندوز 7. هو فيه وفي ويندوز 10، وهتلاقي في ويندوز 8.1 ويندوز 7. هندخل على ويندوز 7 زي ما احنا شايفين كده. هيفتح معايا الموقع بالشكل ده، وانا كنت عملت فيديو تفصيلي عن طريقة تحميل الويندوز. هدخل على ويندوز هوم زي ما احنا شايفين كده، هدخل على ويندوز هوم، وبعد كده هدخل على ليه هوم، علشان لو الجهاز عندك ضعيف فالهوم بالنسبة لك هيبقى ايه كويس ومش مش تقيل. هندخل على ويندوز هوم وندخل على داونلود، وهيبدأ يحمل معايا ملف الايزو زي ما احنا شايفين كده، وبنتظر لحد ما بيخلص تحميل كده ان انا ادخل على برنامج الباور ايزو. او لو عندك برنامج الورنار مفيش مشكلة، بتكتب في محرك البحث باور ايزو، وبتدخل على الموقع بتاع تحميل البرنامج، والبرنامج بيجيب لي هنا ان هو بيدعم ويندوز اكس بي زي ما احنا شايفين كده. بدخل على داونلود ناو، وبعد كده بختار النسخة ال 32 وابدأ ان انا احملها. بعد كده ببدأ ان انا ايه افك الايزو زي ما احنا شايفين كده، اما كليك يمين وين رار، كليك يمين اكستراكت تو لاسم الملف، او زي كده مثلا. او لو انا اشتغل بالباور ايزو يبقى كليك يمين وبعد كده باور ايزو، وبعد كده سيت نمبر اوف درايفر، وهعمل ايه وان درايفر. هيطلب مني ان يعني هو يعمل ريستارت، بعمل ريستارت. بعد كده بقوم جاي داخل على نفس الخطوات باور ايزو، وبعد كده ماونت ايمج زي ما احنا شايفين تو درايف دي بالشكل ده. هينتج لي هنا درايف دي زي ما احنا شايفين، هيبدا يفك لي الملف الايزو بالشكل ده كده. ابدا ان انا ادخل عليه بالشكل ده واختار سيت اب، وابدا ان انا استكمل، ابدا ان انا اثبت الويندوز زي ما نشوف مع بعض. وزي ما احنا شايفين ده ويندوز اكس بي اللي هنعمل له ترقيه لويندوز 7. هندخل على ماي كمبيوتر زي ما احنا شايفين كده. بعد كده هندخل على الدي، المكان اللي موجود عليه ملف الايزو الخاص بويندوز 7. طبعا ملف الايزو بيبقى ملف مضغوط، فطبعا انا بفك الضغط عنه عن طريق استخدام برنامج الوين رار، كليك يمين اكستراكت تو لاسم الملف. بعد كده بينتج لي الفولدر دوت اللي جواه محتويات ويندوز 7. بعد كده بضغط على دبل كليك على سيت اب، بيفتح لي الواجهه دي زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. بختار منها انستول ناو، تمام. وبعد كده بيبدا بقى ايه يجيب لي مجموعه خطوات هنمشي معاها لحد ما ايه نعمل ترقيه للويندوز اللي هو الاكس بي. هيجيب لي هنا التحديث من على النت، طبعا هختار دونت جيت لاست ابديت، تمام. بعد كده بختار الويندوز اللي عندي، لو انت رمات 1 جيجا او 2 جيجا خليك في الهوم مثلا، لو انت رمات اكبر من كده خليك في الالتيميت، فتمام. فانا خليني في الحاجه اللي هي الخفيفه زي الهوم مثلا بريميوم. وبعد كده هضغط على نيكست زي ما احنا شايفين كده، هضغط على نيكست. بعد كده اعلم صح على الاتفاقيه، وبعد كده نيكست، تمام. هنا ابجريد للويندوز اللي هو عندي زي ما احنا شايفين كده. بس طبعا انا مش في حاجه ان انا للملفات بتاعت الاكس بي، انا ممكن كل اللي يهمني ملفات مثلا الديسك توب والملفات اللي هي موجوده في المستندات. فاختار طبعا ايه ادفانسد، عشان هو لما انا اختار ادفانسد
وهختار الاختيار ده، وبعد كده اقف على السي زي ما احنا شايفين، اللي هو مكان الويندوز زي ما احنا شايفين كده، واضغط على نيكست. هيجيب لي رسالة هنا ان هو هيعمل ايه، تحديث للويندوز، وان الملفات اللي هي هتكون موجودة على السي اللي هي شاملة سطح المكتب والمستندات هتكون موجودة في ويندوز اولد زي ما احنا شايفين كده، ويندوز اولد. لو انت حابب بقى تمسح اللي هو الفولدر دوت، تمسحه عادي بقى، عايز تاخد منه الملفات وتنقلها بعد كده مفيش مشكلة، نضغط على اوكي. تمام، بعد كده هيبدأ ان هو يعمل ريستارت للجهاز زي ما احنا شايفين، هيبدأ ايه يعمل كوبي للملفات في مجلد اسمه ويندوز اولد، ده كوبي للملفات. بعد كده هيبدأ يعمل ايه ريستارت، ويبدأ ان هو ايه يعمل اي الترقية لويندوز 7 زي ما احنا شايفين قدامنا. خلص نسخ الملفات وجي عند المرحلة اللي هي 26% وعمل ريستارت للجهاز، وبعد كده بقى بدأ ان هو يستكمل ايه بقية مراحل فرد ملفات الويندوز زي ما احنا شايفين كده. وبعد ما بيخلص طبعا هيعمل ريستارت، وبعدين هنستكمل بقى ايه بقية مراحل ايه تثبيت ويندوز 7 مع بعض زي ما احنا شايفين. عامل ريستارت، وبعد كده هيبدأ ان هو يعمل تحديث للقطع اللي موجودة في الجهاز، وبعد ما يخلص المرحلة ديت هيبدأ ان هو يعمل ريستارت، ونستكمل بقى ايه كتابة الاسم والباسورد الخاصين بويندوز 7. بعد ما عمل ريستارت ظهرت معايا القائمة ديت، هنبدأ نختار الاختيار اللي في النص ونختار عربك ايجيبت او عربك الدولة اللي انت عايش فيها. بعد كده نضغط على نيكست، بعد كده نبدأ نكتب الاسم، اي اسم عايز تكتبه، بعد كده نيكست. دي خانة الباسورد، حابب تكتب باسورد ماشي، مش حابب خلاص، بعد كده بتضغط على نيكست. بعد كده اسك مي ليتر، وديت التوقيت طبعا، هنا بتختار مثلا ايه كايرو، وبعد كده بشيل علامة الصح من التوقيت الصيف والشتو، بعد كده نيكست، بعد كده بابليك نتورك. زي ما احنا شايفين دي واجهة سطح المكتب بعد ما خلص الويندوز. هنبدأ نظهر أيقونات سطح المكتب، كليك يمين بيرسوناليز، تمام. بعد كده نختار شينج ديسك توب أيكون، بعد كده علم صح على كل الأيقونات زي ما ظهر قدامنا بالشكل ده، واضغط على أوكي. أقفل الأيقونات دي كده، نبدأ ندخل على ماي كمبيوتر زي ما احنا شايفين، وأدي السي اللي عندي. هنشوف بقى ويندوز اولد زي ما احنا قلنا في الاول، ده ويندوز اولد زي ما احنا شايفين كده، ده ويندوز اولد، ده اللي عليه ملفات ويندوز اكس بي اللي هي الملفات اللي كانت موجوده في سطح المكتب. يعني انت لو عايز ملفات سطح المكتب الموجوده في ويندوز اكس بي، هتفتح ويندوز اولد وهتخش على دوكيمنت اند سيتنج، وهتدخل على اسم اليوزر او اسم اللي كانت متسميه بيه الويندوز، وليكن خالد مثلا، وادي الديسك توب، هتلاقي ملفات الديسك توب هنا، وملفات الماي دوكومنت هتلاقيها موجوده هنا، بحيث لو في اي ملفات عايز تنقلها على الدي مثلا يبقى كليك يمين كوبي مثلا، وتروح على الدي وتبدا ان انت ايه تنسخها. عايز مش عايز الفولدر ده خالص، وعايز توفر مساحه في السي، لان السي زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده حجمه 12 جيجا او 13 جيجا، وحجم ويندوز اولد لوحده هيخش له مثلا بحجم ايه جيجا 65 زي ما احنا شايفين بالشكل ده. فانت لو عايز تمسح الملف ده خالص، لو انت مش محتاج الداتا اللي عليه تمسح، عايز تنقل الداتا اللي موجوده عليه، خلاص احنا عرفنا الطريقه، وبكده عرفنا ايه اسهل وايه وابسط طريقه لتثبيت الويندوز وترقيه ويندوز من ويندوز اكس بي لويندوز 7. في نهايه الفيديو اتمنى يكون الشرح عجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك والاشتراك في القناه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.